أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المحور في كل مكان، بعد انتهاء لقاء منتخب مصر ومنتخب نيجيريا بفوز منتخب نيجيريا على منتخبنا الوطني بهدف مقابل شيء، يسعدنا أن يكون معنا نجم منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن أكرم عبد المجيد. إيه رأيك النهاردة في أداء منتخبنا الوطني؟ طبعا الحقيقة النهاردة يعني اللقاء صعب قوي، أداءنا وحش قوي، شكلنا في الملعب لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا أداء، مفيش أي حاجة، بنعملش أي حاجة خالص في الملعب نتيجة اللخبطة اللي معمولة في الملعب من وسط الملعب والخط الأمامي. في عندنا نواقص كتير أو تأليف كتير في المراكز اللعب، شكل الفرقة في وسط الملعب وفي الجناب ورأس الحربة. أعتقد إن احنا أمام كارثة بصراحة، يعني أداء صعب، لازم كروش متأخر قوي في معرفة إمكانيات اللعيبة، رغم إن هو هنا بقاله فترة ولعبنا بطولة العرب، كان المفروض يتعرف على الإمكانيات أكتر، يعرف قدرات كل لعيب يقدر يلعب هنا وما يلعبش هنا، وأقدر أوظف لعيبتي، وكنت المفروض كمان لعبت ماتش مباراة ودية. أعتقد إن شاء الله الفترة اللي جاية أو الماتشين الجايين دول هتبان بقى هو دماغه اتعدلت، بدأ يعرف قدرات اللعيبة ولا لأ، هيبان في خلال الفترة اللي جاية، وأتمنى إن شاء الله إن هو يراجع نفسه، وأتمنى إن هو ياخد من المساعدين اللي معاه ويبدأ يتشاور معاهم ويشوف، لأن أنا شايف كده في تأليف بعيد 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 عن كرة القدم ومتأخر قوي قوي، يعني هو المفروض يعرف القدرات أكتر ويتعامل مع اللعيبة بتاعته والجهاز بتاعه، يبقى في تشاور بينهم. انا اعتقد ان الامور الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون احسن، اتمنى. لا ده مش كويس طبعا، يعني متوسط نقول دخلنا المباراه بعد حوالي اكتر من 60 دقيقه. اللي انا زعلان عنه النهارده ان فرقتي او منتخب مصر يعني ما لعبش بروح كما يجب، ودي اول مباراه في الاول في البطوله، لابد ان نسيب انطباع قوي للفرقه اللي جايه هتقابلك او عامله حسابها انت ممكن تصعد في دور الثمانية. مثلا تشكيله النهارده كل مصر بتتكلم في التشكيله دي وهيعمل ايه، ويسيب لك فرصه تقعدوا كلنا ال100 مليون نفكر مين هيلعب، النني ولا تريزيجيه ولا عبد الله السعيد، وهو العبقري اللي حاطط دماغه ان تريزيجيه يلعب في الحته دي وعمره ما شافه. الحاجه الثانيه اللي هيتكلم عليها بعد كده، ادي محمد شريف اللي انت تقول عليه فرق كويس نزل، مش هقولك بقى نزلته دقيقة، نزل ما جابش جول، هو واخد طريق معاكس للشعب المصري بما معنى. شوف انا لا اتدخل في ان هو مدرب كبير وليه قوي قوي قوي، لكن ما يحدث معنا في منتخب مصر لغز كبير جدا يعلمه المسؤولين في اتحاد الكرة السابقين. كون المدرب يتجرأ ويطلع يقول انا مش هخش أو مش هاخد أفريقيا، أنا مش جاي لكأس العرب، أنا مش جاي لكذا كذا، أنا جاي أعمل أخش أوديكوا تصفيات كأس عالم، يبقى راجل بيهرج واللي اتفق معاه بيهرج. لكن البداية من الأساس بتقول لما يلعب تريزيجيه لا هو ما يحفظش الحتة ولا حافظها ولا يعرف يلعبها. تريزيجيه عرفناه هنا ناحية الشمال سرعة وكنترول وترقيص، فهو كتفه وما خلوش يطلع الإبداع اللي عنده، وبالتالي مش حلوم مين؟ تريزيجيه. انا في فرقتي دي ونجوميه 28 او 25 لاعب من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، بس التوظيف يبقى صح اعتقد هنوصل، انا عشان انا متفائل هنوصل للنهايه وقبل النهايه.